وعادل ابراهيم وعاطف عبد الهادي كانت من افضل سنين نادي غزل المحله، وكانت اقرب سنه نادي غزل المحله ياخد فيها دوري ممتاز. كان عاطف لعيب اشول جميل. بقول لحضرتك اقرب وعادل ابراهيم وعاطف عبد الهادي كانت من افضل سنين نادي غزل المحله، وكانت اقرب سنه نادي غزل المحله ياخد فيها دوري ممتاز. كان عاطف لعيب اشول جميل. بقول لحضرتك اقرب وعادل ابراهيم وعاطف عبد الهادي كانت من افضل سنين نادي غزل المحله، وكانت اقرب سنه نادي غزل المحله ياخد فيها دوري ممتاز. كان عاطف لعيب اشول جميل. بقول لحضرتك